بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 24. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أرجو من الشيخ أن يحدثني عن التوسل، أرجو إجابة شافية، ما حكمه وهل له أقسام، وهل يجوز للشخص أن يتوسل بالصالحين والأولياء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، التوسل هو التقرب إلى الله جل وعلا في الطاعة والعبادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القرب منه سبحانه وتعالى بطاعته وعبادته. والتوسل إلى الله جل وعلا منه ما هو جائز ومنه ما هو ممنوع، فما كان بأسماء الله وصفاته فإنه جائز. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بأسمائه وصفاته، تقول: يا رحمن ارحمني، يا كريم أكرمني، يا غفور اغفر لي، نحو ذلك. كذلك التوسل إلى الله جل وعلا بالعبادة والطاعة والأعمال الصالحة التي تقرب إليه سبحانه وتعالى، هذا من التوسل المشروع. التوسل بالأعمال الصالحة، أن تقول: اللهم أني آمنت بك وبرسولك، توكلت عليك، فاغفر لي أو أعطني كذا وكذا، تتوسل إليه بأعمالك، كما توسل أصحاب الصخرة الذين سدت عليهم الغار ولم يستطيعوا الخروج، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم التي أسبقوها، ففرج الله عنهم وخرجوا يمشون. وكذلك توسل بمعنى أن تطلب من أحد الصالحين أن يدعو الله لك، تتوسل إلى الله بدعاء الصالحين الحاضرين، تطلب منهم أن يدعو الله لك لحصول مقصودك، هذا من التوسل المشروع. وأما الممنوع فهو التوسل بذوات المخلوقين، توسل بذوات المخلوقين، كأن تقول بجاه نبيك، بحق نبيك، بنبيك وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. أما أن تقول باتباعي لنبيك، بمحبتي لرسولك، بطاعتي لك ولرسولك، أن تغفر لي، أن تعطيني كذا وكذا، هذا لا بأس به. وكذلك توسل بالأموات في قبورهم، الذهاب إلى الأضرحة والتوسل بالأموات إلى الله عز وجل، تظن أنهم يقربونك إلى الله، مثل قول أهل الجاهلية والذين اتخذوا من دونه أولياء: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلا يجوز هذا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيذهبون إلى القبور ويذبحون لها وينذرون لها ويدعونها ويستغيثون بها، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله، وإن سموه توسلا فإنه هو الشرك الأكبر. نعم، أحسن الله إليكم. الشيخ صالح هذا يسأل يقول: أنا أحب أن أقرأ في الكتب الشرعية، وصادفني قراءة عبارة لأحد هؤلاء الكتاب بقوله بأن الروح تنتقل من إنسان إلى آخر، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل. الروح من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تنتقل روح من بدن إلى بدن آخر، إنما روح كل إنسان له خاصة، يبعث يوم القيامة وتعاد روحه في جسده، والأرواح مجتمعة في القرن الذي هو الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام بأمر الله سبحانه،
النفخة الثانية فتطير كل روح إلى بدنها ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يعني ماتوا إلا من شاء الله، صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى، نفخة الأولى نفخة الصعق والموت، والثانية نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون. والروح من العجائب التي لا نعرف حقيقتها وتصرفاتها إلا بالدليل، بالأدلة الواردة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. من المدينة النبوية السائل ألف سين طا يقول: يا شيخ، هل يصل ثواب تلاوتي للقرآن؟ أنا أختم 3 مرات في الشهر، والختمة الثالثة أهديها لوالدي أمي وأبي وقد ماتوا رحمهم الله. هذا لم يرد فيه دليل أن ثواب القراءة يهدى من الأموات، ما ورد في هذا دليل. والأصل أن عمل كل إنسان له خاصة، إلا ما ورد الدليل به أنه ينفع الغير، مثل الدعاء، مثل الصدقة، مثل الحج والعمرة، هذه يجوز أن يصرف ثوابها للآخرين، لأقاربه، لمن يريد. وأما ما عدا ذلك فإن كل عمل لصاحبه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. نعم. السائل أبو عبد الله يقول: هل يكفي أن أقرأ المعوذات وسورة الإخلاص لتكون وردا يوميا لي، لأنني لا أحفظ إلا هذه السور؟ نعم، تكفي والحمد لله أن تقرأها الصباح والمساء وتكررها 3 مرات، كل سورة تقرأها 3 مرات، تكون وردا لك بإذن الله. نعم. يقول السائل أبو عبد الله: صلينا مع أولادي 10 فروض وكنا مسافرين وفي الشقة، تبين لنا بعد رجوعنا أننا نصلي على غير القبلة وذلك 5 أيام ورجعنا الآن. إذا ثبت أنكم صليتم إلى غير القبلة، يعني منحرفين عن القبلة تماما، تكون القبلة خلف ظهوركم أو إلى جنبك، فإنه لابد من إعادة الصلاة، لأنك إذا كنت في بلد وفيه مساجد وفيه مسلمون بإمكانك أن تسأله وتعرف أدلة القبلة، أو تسأل المسؤولين عن العمارة أو عن الفندق أو عن مرشدونك إلى جهة القبلة، لست معذورا. أما إذا كنت في صحراء وفي بر ولا عندك أحد يعلمك عن القبلة واجتهدت وصليت حسب اجتهادك ثم تبين أنك مخطئ فصلاتك صحيحة لأنك فعلت ما تستطيع. نعم. والانحراف يسيراً فضيلة الشيخ؟ الانحراف يسيراً لا يضر، لقوله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ما بين المغرب إلى المشرق قبلة، يعني لأهل المدينة، وقاس عليهم غيرهم. العبرة بالجهة التي فيها الكعبة: وولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فإذا اتجهت إليه ولو لم تصب عين الكعبة فإن صلاتك صحيحة. نعم. يقول: ما المراد بملة إبراهيم؟ دينه. المراد بملة إبراهيم عقيدته ودينه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم، يستفسر عن الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لما طاف بالبيت 7 أشواط فإنه صلى الله عليه وسلم أتى المقام وصلى عنده ركعتي الطواف، وتلا قوله تعالى: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ففعله هذا تفسير لهذه الآية الكريمة، أن من طاف بالبيت يستحب له أن يأتي عند مقام إبراهيم وأن يجعله بينه وبين الكعبة ثم يصلي ركعتي الطواف إذا تيسر، وإذا لم يتيسر يصلي ركعتي الطواف في أي مكان من المسجد الحرام. نعم. يسأل عن حكم ترك التكبيرات في صلاة العيد بالنسبة لإمام الجامع. التكبيرات الزوائد سنة، إذا تركها فالصلاة صحيحة لأنه تارك لسنة. نعم. هذه أم بسام تقول: امرأة تزوجت بشاب
وهي قائمة بواجباتها الدينية والحمد لله، إلا أن هذا الزوج يتعبها وهي تنصحه، وخصوصا في قيامه للصلاة في الفجر والعصر، فهو يصلي بالبيت بعد قيامه من النوم، تقول وأجلس عند رأسه ساعات ويفوتني بعض الوقت، هل لها أجر في ذلك؟ لها الأجر في ذلك، وتصبر على ذلك حتى يتعود القيام والذهاب إلى المسجد ولا تتركه. إن أصر على أنه ما يصلي إلا إذا قام ولو بعد خروج الوقت، فلها أن تطلب الفراق منه وألا تقيم عنده. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: في صغري أخذت أموالا وحقوق لجيراني قبل 40 سنة عندما كنا صغارا، الآن أنا يا شيخ لا أعرفهم وارتحلوا من بيتنا وحارتنا القديمة، ماذا أفعل؟ إذا لم تعرفهم وتعذر رد المال إليهم فإنك تتخلص منه بالتصدق به على نية أن الأجر لأصحابه وأنت تتخلص منه. نعم، أحسن الله إليكم. ما حكم الدخول إلى الحمام بأوراق فيها ذكر لله أو اسم لله؟ يكره هذا، يكره دخول محل قضاء الحاجة بشيء فيه ذكر الله كراهية، أما إذا خاف عليه أو نسي أو فإنه لا بأس بذلك. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم الزواج بنية الطلاق، في نيته يقول عندما أكمل دراستي وأنتهي أطلق. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، الزواج بنية الطلاق لا يجوز، وإن رخص فيه بعض العلماء، إنما يتزوج بنية البقاء والاستمرار، فإن صلحت له الزوجة أمسكها، وإن لم تصلح طلقها، ولا حاجة إلى نية الطلاق. نعم، هذا يقول: شخص ابتلي بفتنة النظر فكيف يدفع هذه الفتنة؟ يغض من بصره، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا بصره ولا يذهب إلى مواطن الفتنة وإسواق النساء ومجمعات النساء أو يختلط مع النساء، يبتعد عنها ويستعين بالله عز وجل. نعم، هذه سائلة تسأل عن طواف الوداع وهي تسكن في مكة. فضيلة الشيخ، الوداع على من يريد الخروج من مكة بعد الحج، من يريد الخروج من مكة بعد الحج يطوف للوداع، وهو من واجبات الحج، وأما من يقيم في مكة فلا وداع عليه. نعم، ما الأصل يا شيخ في الطهارة من الحدث؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، الذي سافر للنزهة في رمضان هل يفطر يا شيخ؟ إذا كان السفر مباحا ويبلغ 80 كيلو فأكثر فله أن يفطر. نعم، يقول: ما الفرق بين التراويح والقيام؟ التراويح تكون في أول الليل من ليالي رمضان، والقيام والتهجد يكون في آخر الليل. نعم، فضيلة الشيخ، هل تطهر النجاسة بغير الماء؟ فنحن نضع الثياب والأكوتة وخصوصا الشم والغتر، نذهب بها إلى المغاسل، هل البخار الذي تغسل به هذه الأكوات والثياب مطهرة له؟ نعم، البخار فيه ماء، فيه ماء طهور، إذا ذهب لون النجاسة وريحها وأثرها فإنه يطهر المغسول والحمد لله. نعم، تقول السائلة: زوجي مقيم في جدة ونوى العمرة وأحرم قبل حدود الحرم، هل عليه شيء في ذلك؟ نعم، الواجب أن يحرم من جدة إذا كان ساكنا أو مقيما في جدة ونوى العمرة منها، فإنه يحرم من مكانه ولا يتجاوزه إلى مكة حتى يحرم، لأنه هو ميقاته، فما دام أنه تعدى مكانه وأحرم بعدما قرب من مكة إحرامه صحيح، عمرته صحيحة، ولكن يكون عليه فدية، وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول: بالنسبة لاستقبال القبلة
أو استدبارها حال قضاء الحاجة، وهذه التي بنيت المراحيض التي بنيت اتجاه القبلة في الفضاء لا يجوز، يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. وأما إذا كان في داخل بنيان وبينه وبين القبلة جدار وسواتر، المسألة مسألة خلاف. فإذا بني المكان هيئ لذلك فإنه يستعمله ويزول الحرج إن شاء الله. نعم. هذا السائل أبو إبراهيم له فقرتان وسؤالان. الحكمة يقول في تحريم لبس الذهب على الرجال، لأن لبس الذهب إنما هو للزينة والتزين إنما هو للنساء. الذهب ومن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، يعني النساء. نعم. هو من خصائص النساء، الرجل لا يتشبه بالنساء، هذه ناحية. الناحية الثانية أن التزين بالذهب والفضة للرجال فيه كسر لقلوب الفقراء، ينظرون إليه ويستغربون هذا منه أنهم فقراء وجياع وهو يلبس الذهب والفضة، فيحصل في هذا نوع تحاسد ونوع شر فيما بينهم، والله أعلم. المهم أنه لا يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب فنزعه صلى الله عليه وسلم وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. لا يجوز هذا للرجل. نعم. أحسن الله إليكم. الفقرة الثانية في سؤال السائل يقول: تركيب الأسنان الذهبية شيخ صالح للحاجة. نعم. لا بأس إذا احتاج إلى سن من الذهب أو تلبيسه من الذهب فلا بأس بذلك، لأن الذهب له خاصية وهو أنه لا يصدى في الفم ولا ينتن، فيجوز هذا للحاجة. نعم. أما للتزين فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. هذه أم محمد تقول بأنها مرافقة مع أخت لها مريضة في مدينة جدة، وهي من أهل أبها، ولها 7 أيام ولا تدري كم سوف تستمر في مرافقتها، هل تستمر في صلاة القصر والجمع؟ إذا قامت لمرافقة مريض وهي تعلم أنه سيستمر أكثر من 4 أيام فإنها لا تقصر ولا تجمع، لأنها صارت مقيمة. أما إذا قامت بقضاء حاجة ولا تدري متى تنتهي فإنها تقصر وتجمع، لأنها ما زالت مسافرة. نعم. تقول الشيخ: إذا أرادت العمرة هل لها أن تحرم من جدة؟ أي نعم، تحرم من المكان الذي نوت منه خارج الحرم، من جدة أو من غيرها. نعم. هذا أبو عبد الرحمن يقول: الشيخ لنا تجارة ومساهمات عقارية، ميزانيتنا في آخر السنة ونخصم منها الزكاة خلال السنة حين يحل بعض الإيجار، فأيهما أفضل فضيلة الشيخ في الزكاة، مقدمة أم مؤخرة؟ إذا حال الحول وجبت الزكاة ولا تؤخر عند تمام الحول إلا لعذر، إذا كان التأخير لعذر شرعي فلا بأس، أما من غير عذر فلا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد وجوبها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ضابط تبييت النية في الصيام هل يختلف في صيام رمضان وفي صيام النفل الاثنين والخميس؟ نعم يختلف، لأن الفرض لابد من النية قبل طلوع الفجر، لابد من النية من الليل، هذا في الفرض. وأما صيام النافلة فإذا أراد أن يصوم بعد الفجر وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يتناول مفطرا بعد الفجر فله ذلك، صيام النافلة أوسع من صيام الفريضة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل للإنسان أن يجمع بين الأضحية والحج الفدية؟ الفدية تكفي عن الأضحية، الفدية تكفي عن الأضحية، لأنه يصدق عليه أنه تقرب إلى الله بذبح القربان. لكن لو أنه ذبح الفدية في مكة وفي منى وأوصى أهله أن يضحوا في بيتهم، أوصاهم أن يذبحوا الضحية في بيتهم، يكون هذا أحسن. نعم. هذا السائل يقول: بعض الناس عنده تسويف ويمشي على طريق الخطأ والزلل ويقول: حتى الآن لم يرد الله هدايتي، فبماذا يوجه؟ نسأل الله العافية. هذا كلام باطل، لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعصية، بل يبادر بالتوبة
لأنه مسؤول عن قدرته واستطاعته، مأمور بالمبادرة للتوبة، ولا يعلق هذا بالقضاء والقدر. القضاء والقدر هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وهو مسؤول عن استطاعته وقدرته وإرادته، فلا يؤخر ويسوف في الطاعة ويقول إن إذا أراد الله. نعم. كم بين العمرة والعمرة من الأيام والأشهر فضيلة الشيخ إذا أراد الإنسان أن يأخذ عمرة لأخيه المتوفى؟ لا تحديد لذلك، ولكن يكون بينه فاصل بحيث يكون في الرأس شعر أحسن. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وهذا زميلي مهندس الصوت عبد الله السلولي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.